في كتير ناس بتفكر إنه إذا بنت كنيسة يعني أجرها عظيم عند الرب، وشيوخ اليهود كمان قالوا هيك عن قائد المئة يلي غلامه مريض، قالوا إنه مستحق. طيب ليه؟ لأنه بنيله المجمع. بس الرب يسوع ما اطلع على أعمال القائد المئة بل على إيمانه. شوفوا شو بيقلنا الكتاب. قائد المئة قال للرب يسوع: لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لكن كل كلمة فيبرأ غلامي. كان رد الرب يسوع للجمع: أقول لكم لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. خلي يكون عندك هيدا الإيمان وحياة التسليم وترك الباقي على الرب. بيقلك كمان: إن كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن.